يكسر الجزيرة بالمرتدة. الجزيرة يحاول يتابع جمعة لكن طالت الكرة الماضية تعود للجزيرة والجهة اليمنى ولعبد الله قاسم. عبد الله يتقدم، عبد الله يحاول، خطيرة، يا ساتر يا ساتر يا ساتر، جول جول للجزيرة. الجزيرة يسجل ويؤكد المقولة، إذ لم تسجل فاستقبل بمرماك الأهداف. وبراكة يسجل ويفرح، وبراكة يفرح، وهدف لعلي مبخوت المهاجم الوحيد الذي لم يقدم شيء حتى الآن، يسجل قبل نهاية الشوط الأول بهدف للجزيرة. العنكبوت يسجل، الجزيرة يسجل. صراحة يعني الفرص الضائعة هي من قالت كلمة الجزيرة حتى الآن بأن يسجل الهدف، والهدف الأول لعلي مبخوت. وفرحة جماهير الجزيرة الحاضرة هي قليلة الحاضرة هنا في هذا الملعب، لكن